قرار إعادة فتح المطاعم وفقاً لمجموعة من الاشتراطات المتبعة جاء ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى حماية القطاع الخاص والعاملين فيه وتأمين احتياجاتهم الأساسية من خلال السماح لقطاع المطاعم بالعمل مطلع الأسبوع المقبل عقب تقديم طلب عبر منصة إلكترونية أطلقتها وزارة السياحة والآثار، حيث سيتم إعطاء الموافقات تدريجياً بناء على تنسيب من لجنة كشف موحدة من قبل وزارة السياحة والصحة والعمل والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. دليل شامل بغطي كل أنواع المطاعم بكل فئاتها، طبعاً بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الصحة، بالتوافق طبعاً مع جمعيات المطاعم. هذا الدليل إجراءات تم ضبطه وفي اشتراطات محكمة جداً للحفاظ على سلامة المواطن. موضوع المطاعم في عدة خطوات وعدة إجراءات، من التوريد للاستقبال للتخزين للطبيخ للبروتوكول اللي بالمطبخ للتعبئة وللتسليم، فهذه الإجراءات والشروط كلها موجودة على منصة إلكترونية. طبعاً المنصة الإلكترونية متاحة الآن للمطاعم السياحية، ولكن سيتم تعميمها على أمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية في حال جميع أنواع أو جميع فئات المطاعم بدهم يستفيدوا منها. شروط عديدة أقرتها لجنة الأوبئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لمباشرة عمل هذه المطاعم التي اشتكى عدد من أصحابها من عدم ملائمة بعض شروطها، ومنها آلية الدفع الإلكتروني المعتمدة التي هي أيضاً إحدى سبل الوقاية لمنع انتشار الفيروس من خلال تداول العملات الورقية. مع الإجراءات اللي تمت ومع إجراءات الفتح ومع إجراءات كذا، امبارح طلعت معالي وزيرة السياحة حكت إنه في منصة لوزارة السياحة، المنصة لغاية الآن بيحكوا لك تدخل رقمك السياحي، طب هاي المطاعم الشعبية ما لهاش رقم سياحي، وعدت امبارح معالي الوزيرة إنها تحل هاي المشكلة، لغاية الآن اليوم بلشت الاتصالات علينا إنه ما في آلية، يعني هلا المفروض يستبدلوا هذا الحكي يا إما الرقم النقابي يا إما رقم الرخصة اللي بيكون على الرخصة. المطاعم الصغيرة والبسيطة وما اصطلحت على تسميتها المطاعم الشعبية لا يوجد لديها آلية للدفع الإلكتروني، موجودة هي بس عند المطاعم المتوسطة والكبيرة، المطاعم البسيطة الموجودة بالأحياء السكنية لا يتوفر بها ما تتطلب من نسب أو من شروط معيارية. القطاع الذي يحوي أكثر من 18,000 مطعم يعد مصدر رزق لنحو 250,000 عامل مضى على تعطلهم قرابة الشهر منذ بداية أزمة فيروس كورونا، ها هم على موعد مع انفراجة أعمالهم في قطاع المطاعم بشقيه السياحي والشعبي. قرار فتح المطاعم مطلع الأسبوع القادم، والذي سيتم من خلال التقدم بطلب عبر منصة أطلقتها وزارة السياحة ضمن مجموعة من الاشتراطات والإجراءات المحكمة للحفاظ على السلامة العامة، سيشكل نافذة اقتصادية للقطاع الخاص والموظفين العاملين فيه في ظل الأوضاع الراهنة. عنود الشداد، المملكة، عمان.